الدوري. هذه العربي فين؟ فين إنجازات العربي؟ يعني 15 سنة لم يحصد العربي لقب بطولة الدوري من عام 97 آخر بطولة. بطولة غابت عن قلعة فريق الأحلام، بينما السد من 5 سنوات لم يحصد بطولة الدوري. خلفان وضربة حرة لنادي السد يبحث عن التعادل، اتعملت سريعة، التعادل التعادل التعادل، نعم نعم، محمد كسولة بضربة رأس من أقدام خلفان يسجل هدف التعادل، يعود الزعيم، يعود للتعادل ويعيد اللقاء إلى نقطة البداية. سجل السد ويلعب بعشر لاعبين لإصابة وعلاج حسن الأيدوس خارج الملعب. ضربة حرة بالمقاس بالمازورة، فقدم بضربة رأس أحلى كرة ليتقدم السد بهدف التعادل 1-1. لم يكن هناك تسلل، لحظة خروج الكرة بالفعل، واضح أن في خطأ في تمركز لعيبة نادي العربي من حيث استمرار الرقابة من وضع ثابت بالذات لعبة زي دي، لينجح كسولة في إحراز هدف غاية في الأهمية، هدف التعادل لتعود المباراة إلى نقطة البداية. 25 دقيقة قبلها السد كان وصل مرتين، فاضية أو كده أو كده، اشتغل بالعرض تاني من جديد. ناصر نبيل، هاتوا خد هاتوا خد هاتوا خد، ادي الأجنبي يا ولد، ادي الكرة العرضية، كرة العرضية، كرة العرضية، عرضية، راؤول راؤول راؤول، هدف تاني، هدف تاني، بكل ثقة، بكل هدوء، بكل تأني، الأقدام من جديد تغني. سبحان الله، أنا ما شفتش الماتش قبل كده، أنا بقول لك العب على الأجنبي يا ولد، الأجنب سر من أسرار كرة القدم الحديثة. نعم نعم نعم، على الأجنب، على الأجنحة، من راؤول إلى خلفان، من ناصر نبيل إلى نيانج، ليتقدم السد بكل ثقة 2-1 2-1. لعيبة كلهم خبرات عالية، راؤول بهدوء وبثقة وكأنه بتمشي على الكورنيش، عامل الباص باص قصير صغير. شوف الثقة اللي عند اللاعبين، يا سلام على حسن الهيدوس، يا سلام على حسن الهيدوس. بينما الهداف الكبير مامادو نيانج، هداف مارسيليا العظيم ومهاجم وكابتن وهداف منتخب السنغال الكبير، يقدم الهدف الثاني ليحول نادي السد الخسارة إلى تعادل ثم انتصار، إلى تعادل ثم انتصار.